السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحباكم في ورشتنا اليوم، وياكم منى القصاب وزميلتي جواهر بوغازين من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. بإذن الله اليوم رح نقدم ورشة عنوانها تجوري، إن شاء الله تعجبكم الورشة وكلكم تستفيدون منها. بإذن الله اليوم في الورشة بنتطرق لمفهوم الوثيقة، أنواع الوثيقة والهدف من الوثيقة، وبنتكلم بعد عن مفهوم التوثيق والهدف منه وقصص ملهمة عن التوثيق. أختي جواهر بتكمل وياكم إن شاء الله وبتشرح أنواع الوثائق الشخصية وشو الخطوات والفوائد من تنظيم الوثائق الشخصية. السلام عليكم خواتي، بتكلم لكم اليوم أنا عن أنواع الوثائق الشخصية، وبعدين بنتطرق على خطوات تنظيم الوثائق الشخصية وفوائد تنظيم الوثائق الشخصية.